كل شيء دغري دغري بتعرف، ما تفكر من عيوني بتعرف. ننتقل لصفحة جديدة من بعد عام 2021، هالسنة برنامج المزح نص جد خلال شهر رمضان الرمضاني. بهالبرنامج انت عملت فقرة يلي هي بتطلب من ضيفك، وهلا انا بدي اخذ من طار الضيوف يلي فوتهم بحيطان كلهم، طلبت منهم يخزقوا صورة ممثل ممثلة اعلامي او اعلامية. اوكي جاهز هالتحدي انا وانت؟ يلا اعطونا الصور لو سمحتوا. في ظرفين هشام، رح اعمل هالفقرة معك، هالفحص على صعيدين، على صعيد الفن وعلى الصعيد الاعلامي. جاهز؟ بفتح. اول فايل، افتح الفايل، في بقلبه صور اعلامي على الصعيد الاعلامي. فرجينا الصور على الكاميرا. عندنا صورة جيسيكا عزار مقلوبة، ديما صادق، مارسيل غانم، بيير رباط، بدك تقلبها هشام بالعرض، بيير رباط، عادل كرم، وبس. صورة مين بتخزق على الهواء؟ مارسيل غانم. ليه مارسيل غانم؟ ما بحبه. لأنه عندي شكوك بنواياه الإعلامية، وعندي شكوك بارتباطاته الإعلامية، وبعتبر عنده أجندة خاصة. لا بعتبر إنه يعني حتى مثلاً باستضافته يعني ما بحب الخبث الإعلامي. يعني اليوم انا اذا انا بتفق انا وياك بقول لك مثلا ما تجيب لي سيره مرتي على الهواء، او ما تجيب لي سيره اولادي على الهواء، او ما تجيب لي سيره امي على الهواء، بتقوم انت بتجيب سيرتهم، تكون انت خبيث اعلاميا عم تحشرني وعم تحرجني بنقط ضعف انا طلبت منك انه لا. هو يعني مثلا باطلال النواب التغييرين، اول اطلاله معهم واضح انه استدرجهم، واضح انه كان يعني حلقه طويله من نصب الافخاخ من اولها لاخرها. نحن الاعلاميين بنفهم شو الغايه، ما بعرف، ما هي سؤال ما بعرف، انا بشك ما بعرف شو الغايه، بس نصب الافخاخ نحن بنشوف بنحسه قبل غيرنا نحن الاعلاميين. يعني وانا بعرف شو نصب، انا بقدر اجيب اقول له انصب لك فخ، ما بدي شيء، بس ما انه شطاره بالاعلام نصب الافخاخ. هو اكيد عنده ارتباطات معينه، او عنده شيء براسه، نوايا معينه، بينصب الافخاخ على اساسه. وقال له النائب الياس جرادي انه صار لنا ساعتين لك صار مستضيف الياس مصعب 10 مرات من شهر لليوم، يعني بده وكميه التبييض اللي بتنعمل للياس مصعب مثلا بنفس الجمعه اللي بيعمل فيه بيستضيف فيها نواب الثوره، يعني عنده مثلا سلكشن وليد مثلا من المنظومه، وليد جملات مثلا غير بيعامله بطريقه غير باقي المنظومه، ما بحب التيار بس منقل الياس مصعب من قلب التيار ليبيض له صورته، وابراهيم كنعان انه عنده بحسابات معينه بتحسه ضد حزب الله مثلا، بس بيستضيف واحد من محللي حزب الله بتلاقيه بمجد له من اول لاخر، انه عنده ارتباطات. يعني خلص عالم عم تفهم علي. شوف تاني كان بالظرف تاني عنا المفروض صور لا نجوم. نجوم انا ما مشكلتي ماني محلل درامي لخزق كمشاهد هشام وكاعلامي. لا الاعلام قصي خولي، كارين رزق الله معتصم النهار، يا شفناه بالصور. نادين الراسي تايم حسن و سيسو سيرين عبد الله. صورة مين بتخزق؟ هيك رك شو عامل هيدي كارين هيك بس ليه؟ عمسلسل راحوا اخر واحد منه حلو، ما اكشف منه شي حلقتين بس. بس حبيبتي كارين اي لاف يو، بس بتعرفي وصول اللعبه يعني، فبس حبيت انه التزم فيها لانه بعرف وقت اكون اعلامي وبلش اقول له لا ما بدي خزق، وهذا بعرف قد ايه بكون عم بحرق له الحلقه وما راح احرق له بدي الحلقة. صوره تخزقها بالنص هشام؟ ما بخزقها بالنص ابدا. لا